القنيطرة وسلام من أجل الفريق القنيطرة. هذه كرة ممتازة جدا والهدف والهدف الجميل والجميل جدا للنادي القنيطري في أول كرة وأول لمسة، هم يصنعون الهدف الأول في المباراة. ومن كان وراء الهدف ما فيش غيره، وتوفيق جرتان والذي يتمكن من تسجيل هذا الهدف، أول هدف في المباراة. 1-0 تتغير النتيجة وتصبح النتيجة 1-0 لفريق النادي القنيطري مع انطلاق الجولة الثانية. الهدف جاء بطريقة جميلة وجميلة جدا في الكرة الأخيرة. باسل باسل مشى الكرة مشى الكرة لفتح رباطي الذي يبدو أنه أكثر خطورة. كرة ممتازة جدا، نبيل باع ينجح في إعادة توازن المباراة بهدف التعادل بهذه الطريقة. قلت أنه أصبح أكثر تحررا وأكثر قدرة على الوصول لمرمى النادي القنيطري، ونبيل باع ينجح في بلوغ الهدف بهذه الطريقة. لاعب سابق في البطولة البرتغالية والفرنسية وفي البطولة الإسبانية أيضا نبيل باع. كرة خدمات خدمات حرفية، كرة معلمية، هذه مشات من محمد فوزي لوجدان نبيل باع بلمسة واحدة. ممتازة جدا، كرة قنيطرية غرباوية ممتازة جدا. غرباوة هم من يتمكنون من تسجيل هذا الهدف بصنع ومركة قنيطرية 100% 100%. هدف جميل جدا، هدف يدرس للقنيطريين، هدف يدرس للكاك من قدم عادل مسكيني، لكن اللمسة والهمسة والحرفية العالية من قدم أيوب القعداوي ولصناع الكرة لازم أن نشوفوها مرات كثيرة. هذه كرة من نبيل الوجي، 1-2 وصل لأوسمان بنجي، مشات أيوب 3 وصل 4 لعادل مسكيني الذي يضيف لرصيده هدفا آخر في البطولة الوطنية بشكل جميل.